الشيعة والسنة، هذه البدعة. محمد الذين احتفلوا بمولده ووفاته في مثل هذا اليوم، جاب شيعة ولا جاب سنة وإلا جاب مذاهب؟ هذا كفر، هذا خروج عن الإسلام. هل هناك دين سني؟ هل هناك دين شيعي؟ من أين أتيتم بهذه البدعة؟ ولم تجدوا من يردعكم ويوبخكم ويعيد الصواب إلى عقولكم إذا عندكم عقول. هذه خارج الإسلام، الشيعة والسنة. ما هذا؟ أنت منين سني وأنت شيعي؟ صار هذه ديان شقيقة لبعضها، صار دين شقيق. إيه؟ الشيعة دين شقيق والسنة دين شقيق. راح الإسلام. محمد ما قالش بالشيعة ولا بالسنة. حتى المساجد، هذا مسجد سني وهذا مسجد شيعي. يا سلام، آخر خروج عن الإسلام، آخر تدمير لهذه العقيدة. اللي بيكفر يكفر، يمشي يكفر بستين داهية، ما يخربش الإسلام. اللي ما يبيش محمد ما يبيش الإسلام يمشي. الإسلام في غنى عنه، محمد في غنى عنه، الله في غنى عنه، نحن في غنى عنه. أما تدعي أنك أنت مسلم وتقول أنا مسلم سني وأنا مسلم شيعي وأنا على مذهب فلان وأنا على مذهب علان، هذه بدع، هذه ممنوعة في القرآن، منهي عنها في القرآن. تفضل اسمع القرآن شنو يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللي اختلفوا في الإسلام لهم عذاب عظيم، الشيعة السنة المذهبية لهم عذاب عظيم، هذا خارج الإسلام. السنة سنة النبي نتبعها، سنة النبي. إذا في سنة يعني عمل فعل قام به النبي، نحن متأكدين أن قام به النبي، هذا سنتبعه ونطبقه، سواء كنت في إيران وإلا كنت في مراكش. المسلم اللي في إيران بيرفض سنة النبي ما بيرفضها، إذا رفضها ما هوش مسلم. ما هذا التخريب؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا الله قالك من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. اللي اختلفوا بعد ما جاءهم البينات، بعد ما جاءهم القرآن، بعد ما جاءهم محمد، واختلفوا في الدين بعد ذلك، لهم عذاب عظيم. هذا مش ماشي للجنة، مبشروهم ماشي للنار، عذاب عظيم، مش حتى عذاب هين، عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد أنت تتبرى من الذين فرقوا دينهم وعملوا شيع وأحزاب في الدين. هذه واضحة جدا، هذه آيات الدينات، هذه ما قالها عمر القذافي، هذا قالها الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا فرقوا الدين وداروا تشيع وتحزب. أنت سني وأنت شيعي وأنت مذهب كذا وأنت مذهب كذا. النبي متبري منكم بالقرآن، الله قال له لسه منهم في شيء. تبرى منهم، قال يا محمد اللي فرقوا الدين الإسلامي وعملوا شيع وأحزاب إسلامية وفرق إسلامية ومذاهب إسلامية، أنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إيش قال؟ قال أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنتم تخالفوا أمر الله. ولا تكونوا من المشركين، تصور عملكم زي المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا فرحان بالسنة وهذا فرحان بالشيعة وهذا فرحان بالمذهب الفلاني وهذا فرحان بالطائفة الفلاني. هؤلاء قال الله قال لهم مثل المشركين، قالكم ما تكونوا مثل المشركين. المشركين هيك عاملين، ما دام عملتوا هكذا إذا أنتم كالمشركين.